عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما راكم تشوفوا فيديو تاع اليوم على حسب طلبكم عن طريق المنتدى، حبيت اليوم ندير نوريكم كيفاش تفهموا لو كور بلوتو. راكم بديتوا لي كور وعندكم مشكل في المراجعه تاع لو كور. دوزيام شوز راح نوريكم كيفاش تلخصوا لي كور اللي راكم تقراوهم، والحاجه الثالثه راح نوريكم وبيان راح نجاوب على تسائلكم اسكو لازم نحفظوا ولا لا. لا يعني اسكو يكفي اننا نفهموا لو كور برك ولا لازم انني نحفظوا؟ تابعوا هاد لا فيديو باش تشوفوا يعني باش تستفادوا منه. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد نحطوه في القناه، واذا كان تعجبكم هاد لي فيديو خليو لي جام، واذا كان يعني هاد لي فيديو عجبكم حاولوا تبارطاجيوهم لو ماكسيموم، لانه يعني راني نشوف بلي المشاهدات راهي قليله ب يعني عدد الاشتراكات. ويلا نبداو. اول خطوه ولا اول ستيب اللي لازم نديرها باش نفهم لو كور، واللي هي انني نجيب لو كور نحطو قدامي، نجيب معايا 4 ولا 5 هايلايتر زعما حسب اللي عندي، ولا الا كان ما عندكمش تجيبوا غير هاد لي ستيلو العاديين اللي بلو براتيك على قلم التظليل، ونحاول انني نشوف يعني لو كور جينيرالمون فيه يعني يكون فيه عنوان لو شابيتر، يعني تكون فيه نظره عامه، ومن بعد ندخلو في لو كور وتكون فيه يعني كاين لي كور اللي يكونوا فيهم دي فيغور. اولا لازم نقسمو لو كور تاعنا باش انا كي نكون نقرا نعرف وين راهي، وراه اسم الشابيتر، وراهي العناوين الاساسيه، وراهي العناوين الفرعيه، وراهي الكلمات المهمه ولا الاسئله اللي عندي فيها مشكل. اول حاجه مثلا انا راح نمدكم واحد الترتيب اللي هو رقم اسم الشابيتر، راح مثلا نديرو باللون الاصفر، راح نميز اسم الشابيتر باللون الاصفر، وراح ندير العناوين الرئيسيه كما هذا العنوان راح نديره باللون الغاز. باردون شويه مبتدئه في هذا التلوين، باردون. مثلا لا مورفولوجي دو بكتيري، هذا راح يعني نوليه بالغاز، زعما نشوف غاز نعرف بلي هذا عنوان رئيسي، ومهم اننا نلونو واش كاين تحت هذا العنوان الرئيسي. مثلا هنا عندنا واحد لا مورفولوجي دو لا لا كولوم باكتيريان، وعندنا فيه لا فورم، عندنا فيه لا غولياف، ويعني كاين اكسيتيرا، كاين صوالح وحد اخرين. انا حبيت ندير لكم غير هاد الورقه الاولى. مثلا انا عندي كلمات، ما كاينه كلمه هذا العالم اللي اثرتني، مثلا نحب نسطر تحتها باش نروح نقرا هاد العفسه واش معناتها، نقرا هاد العالم كيفاش ساهم في هاد الصوالح. مثلا انا اثرتني هذه ديسكريبسيون، راح نشوفها في جوجل تراديكسيون اسكو هاد الكلمه واش معناها، اسكو هاد الكلمه راهي مهمه في هاد التعريف ولا لا. جوغ كلمه كي نلقاها هكا يعني صعيبه ولا سؤال ولا، راح نديرو باللون الازرق هكا، كيما كلمه امبورطون راح نسطر عليها باللون الازرق. بلوتو هاد لي فيغور راح نديرهم هما والعنوان تاعهم باللون الاورانج باردون هكا، راح نكون جينيرالمون ديت نظره كامله على لو شابيتر تاعي، نكون لونت هاد الشابيتر. سما كي نشوف الاصفر راح نعرفو شابيتر، كي نشوف الازرق راح نعرفها كلمه مهمه، كي نشوف معناها لون هذا الوردي ولا الزهري راح نعرف بلي هاد العنوان راهو رئيسي وفيه عناوين فرعيه اللي هي باللون الاخضر وبالاورانج ولا بالبرتقالي، راح نعرف بلي كاين رسم. سما هنا راني درت نظره عامه على لو كور، عرفت واش فيه واش ما فيهش. هادي الفيرست ستيب ولا خطوه اللي لازم نديرها الاولى باش نفهم هاد لو كور. بعد تجي الخطوه الثانيه واللي هي اننا نستعملوا تطبيق اللي فهمنا في لو كور، وهذه اهم نقطه انه تسهل لكم الفهم تاع لو كور ولا حتى تبسط لكم المعلومات اللي قريتوها في لونفي. راح نجيبوا تطبيق جوجل تراديكسيون وراح يعني نوريكم واحد الشرح، يا اما يعني تصوروا بالفقره وتحاولوا تعرفوا يعني على واش تحكي جينيرالمون، وبيان راح تكتبوا بالكلمه، سما تكتبوا كل عنوان من هذا من هاد لو كور، يعني راح تكتبوهم يعني بالكلمه، سواء تصوروا الفقره كامله وهو يترجمها لكم، وين ما تشوفوا كاينه كلمه يعني ماهيش مترجمه تحاولوا ترجموها وحدها، لانه بعض الكلمات ما يترجمهمش، وكاينه عفسه واحده اخرى. يعني انا تصورت هاد الفقره كامله، هو ترجمها لي بصفه عامه كامله، انا قريت هاد الفقره واش فهمت من هاد الفقره، نجيب كراس
كما هذا، نحطه هنا دو كوتي ونحاول انني نكتب فيه العناصر ولا الحوايج اللي فهمتها من هاد لوكور. تسمى هكذا بالفقره نحاول انني زعما نجبد الفقره الاولى ومن بعد الفقره الثانيه ومن بعد الفقره الثالثه، ونحاول انني نسهل على روحي التلخيص لانه جوجل تراديكشن يسهل عليكم بالتلخيص. وتابعوا هاد الفيديو اللي درت لكم فيه الشرح تاع تطبيق جوجل تراديكشن ولا جوجل ترانسليت، تابعوا لا فيديو. بون هذا هو تطبيق جوجل تراديكشن اللي راح يساعدكم باش تقراو تخصص بيولوجي وراح يفيدكم بزاف. بون راح ندخل نوريكم كيفاش تستعملوه. ديبيو راح تيليشارجيوه من بلاي ستور، ومن بعد كي تيليشارجيوه ولا يتم التثبيت نتاعو تدخلوا عادي بطريقه عاديه. هنا راح يطلع لكم لي لونغ اللي تقدروا تستعملوهم. انا حاليا دايره اونغلي ودايره باردون هنا انجلي وهنايا عربيه، بصح نتوما تقدروا تبدلوهم من هذه الاشاره ولا هذه الاشاره. وكاين لقطه واحده اخرى اللي هي هذا السهم اللي ما بين الكلمتين اللي هو اللي يغير به اللغه، يعني سواء انجليزيه عربيه ولا نضغط عليه تولي عربيه انجليزيه. هنا راح مثلا نغير اللغه الى مثلا عربيه، وهنا راح نغير اللغه الى فرنسيه، وراح نستعمل كلمه هنايا ونكتبها بالفرنسي. هذه هي الطريقه اللي نقدر ننصحكم بها. بلس كاينه واحد العفسه واللي هي طريقه تاع الصوت كي تكونوا فاتحين الانترنت، تكونوا مكونتاكتين مع الانترنت سواء بلي دوني سواء بالواي فاي، هي تاع الصوت وين يسمع الصوت نتاعكم ومن بعد يترجموا الى كلمات ومن بعد يحاول انه يترجموا لكم، سواء نديروا كيما المحادثه او تكتبوا بالخط اليد نتاعكم وتكتبوا يعني هكا مثلا لي وتحاولوا انكم تكتبوها وهو يترجمها. اون بلوس كاينه الميزه نتاع الصوره وين يصور لكم وين هو وين تحدوا على النص باردون كيما على سبيل المثال كومسا، راح مثلا تحدوا هذا التكست ومن بعد كي تصوروا راح يتعرف على النص وهو راح يترجمه ويوريه لكم باللغه اللي خيرتوها. هذه هي الميزه نتاع الكاميرا هذه هي الميزه تاع الكاميرا. كيما قلت لكم كاين اربع ميزات، يا اما الصوت يعني نتوما تهضروا ويسمعكم واش راكم تقولوا، مثلا كلمه عارفين كيفاش تكتبوها وماكمش عارفين كيفاش باردون تعرفوا تنطقوها بصح ما تعرفوش تكتبوها هو يكتبها لكم. هذا هي لابليكاسيون جوجل تراديكسيون، راكم تلقاوه في جوجل بلاي، يعني فيه الكلمات بعد تلقاو فيه كامل الكلمات اللي كنتو ترجمتوهم الا كنتو تحبوا تعاودوا توليو ليهم. اون بلوس كاين واحد العفسه واللي هي انكم تيليشارجي ولا لونغ كيما هنا. مثلا انا هنا راني نخدم بالواي فاي، نحب ما نخدمش بالواي فاي سما انا نكون برا وما نكونش عندي ما عنديش كونتاكت مع الواي فاي، ندير تيليشارجمون تيليشارجي لا لونغ هنايا. اون بلوس نتيليشارجي في هاد الجهه دونك نتيليشارجي منا ونتيليشارجي زعما في دو كوتي منا ومنا، ونستعملها وين حبيت نستعملها حتى لي باراغراف زعما تكتبوا باراغراف طويله زعما طويله بزاف راح يترجمها بطريقه عاديه. اي با هذه هي جوجل ترانسليت ولا تراديكسيون، تحبوا تستعملوه تحبوا تيليشارجيوه، حد موفق للجميع. كونوا فهمتوا جوجل تراديكسيون والمبدا تاعو كيفاش تخدموا به يعني باش تكون الخدمه تاعكم سهله. كاينه نقطه، اذا ما فهمتوش لوكور بعد ما شرحتو بعد ما حاولتوا تقراوه بعد ما كدرتو كامل السبل وما فهمتوهش، روحوا تكتبوا مثلا ها ليتود دو لا سيلول باكتيريان على سبيل المثال العنوان تاع هاد لو شابيتر، تكتبوه سيغ يوتيوب ولا في جوجل ولا سيغ فيسبوك ولا وين حبيتو تكتبوه، اكتبوه ليسونسييل تكتبوه في موقع من مواقع يعني البحث ولا التواصل الاجتماعي، تسقسيو عليه عباد راح تلقاوه سواء ملخص سواء مشروح. كيما هكا الطريقه راح تساعدكم. وكاينه ثاني واحد الحاجه حبيت نبهكم ليها في شريط البحث تاع الفيسبوك، نتوما ماشي غير تستعملوا الفيسبوك للتواصل ولكن في شريط البحث اللي تبحثوا فيه على اصدقائكم تكتبوا فيه عنوان الدرس ولا تكتبوا فيه الاشكال اللي راهو يتواجهوه، راح يطرح لكم المناشير كامل اللي ناقشت هذاك المشكل اللي عندكم، بالك تستفادوا من هذه الطريقه. وفوتوا للطريقه اللي بعدها.
حنا نكونوا وصلنا اننا فهمنا لو كور سواء من الكور اللي مدهولنا البروف سواء نكونوا فهمناه من الانترنت. هنا نجو للطريقه تاع التلخيص تاعنا. انا نقول لكم اهم حاجه انكم ديروا تلخيص يناسبكم نتوما، ماشي لازم تروحوا تكتبوا التلخيص اللي داروا هذاك الشخص شغل يوتيوب ولا حتى اذا كنتوا شايفينه في القناه نتاعي. نحبكم تفهموا البرينسيپ تاع هذاك الا كان يساعدكم اللهم بارك وحفظوا منه، الا كان ما يساعدكمش حاولوا ديروا تلخيص تاعكم الشخصي. اهم حاجه كي تكونوا تلخصوا راح ديروا خط هنايا دو كوتي، هنا راح تكتموا الكلمات اللي واجهتوهم هنايا جدد ولا كلمات مهمين ولا الاسئله تاع البروف. هنا نقسموا هذا الجزء نقسموه ا دو، نقسموه هنا على 2 وراح يكون فيه هنايا لي كيسيون لي لي كويز هنا لي تاع اللي حنسقسيهم للبروف، وهنايا لي مو اللي تعرفنا عليهم جدد. اوكي هنا الكلمات جدد وهنايا الاسئله، وعلى حساب البارتي اللي على حساب الاسئله اللي لقيتهم هنايا تقسموا هذه. اللي لقيتوا كلمات بزاف ما تقسموش على النص، خلو غير هنا بارتي صغيره للاسئله، والعكس الا كانت الاسئله بزاف والكلمات غير شويه ديروا هنا الكلمات غير شويه والاسئله تخليوهم، وهنا هاد الاسئله ومن بعد تقسيو عليهم البروف وديروهم في الستيكي نوت اللي راح يساعدوكم بزاف باش يعني تجيبوا المعلومه هكا. يعني هاد ستيكي نوتس لازم تشريوهم ولازم تستعملوهم يعني بزاف يفيدوكم. تلصقوا ورقه مثلا هنايا باغ اكزومبل ولا هنايا فيها الجواب ويعني تفيدكم ومن بعد كي تكونوا تراجعوا. هنايا الحاجه اللي حبيتكم ديروها كامل واللي هي مثلا انني راح نكتب، هنا راح نحط لوكو قدامي ونبدا نرتب فيه. هنا نكتب شابيتر ونكتب هنايا نكتب عنوان لو شابيتر مثلا ليتود دو لا سيلول ليتود دو لا سيلول باكتيريان. هنا في الديبي راح تجيكم صعيبه باش تلخصوا كامل المعلومات، ولكن حاولوا خطره على خطره تجبدوها تلخصوا باش يعني تسهل عليكم المراجعه وتسهل عليكم القرايه. مثلا انا هنا قريت هذا الاسم هذا ولقيته بلي ماشي مفيد غير البروف زايدو، يعني غير نقراها انا ما نحتاجوش باش نقراها شحال من خطره. راح نفوت لهذا واللي هو مثلا مورفولوجي، راح نحاول انني كل خطره نميز عنوان هاكا خذوا هذا هنا مثلا لا مورفولوجي، لا مورفولوجي دي باكتيري. ان شاء الله راهي تكون باينه عندكم الصوره. هنا لا مورفولوجي دي باكتيري ونكون هنا يعني بين تا باردون على هذا الخط المائل. ومن بعد هنايا كي نكونو كتبنا لا مورفولوجي دي باكتيري نكونو يعني كتبناها بخط العريض، راح نشوفو لا مورفولوجي هادي واش فيها. كاينه لا فورم وكاينه لا غولييف. اوكي كاينه لا فورم اون بلوس كاينه لا غولييف، زعما كاين زوج نقاط اساسيه اللي لازم يكونوا موجودين في هذا التلخيص. ومن بعد انا نروح نقرا طون راني كل خطره نجبدوا على جهه نقرا لا فورم واش ونترجمها واش لقيت فيها ولا واش فهمت منها نكتبها هنا في لا فورم. لو ميم شوز مع لا غولييف ونكمل مع كامل لو شابيتر، وهنا نكون كملت كامل الشرح نتاعي ونكون وصلت يعني المرحله وين نكون قادره نراجع يعني واش حبيت ونراجع يعني جينيرالمون. وقت ما حبيت نجبد هاد لافوي نلقى فيها الكلمات المهمين اللي لازم نحفظهم، نلقى فيها الاسئله اللي لازم تقسيهم للبروف، نلقى فيها الشرح جينيرالمون. الا كنت حابه باردون الا كنت حابه نزيد نرجع نخدم هاد لافيغور نشوف هاد لي كولوني باكتيريان سور ميليو سوليد نشوفها سور يوتيوب نشوفها بالشيما ونعاود نرسمها هنايا باش تسهل عليا الحفاظه نتاعها. يعني نكون هنايا درت ان توت ريزومي. ومن بعد الا كنت مازالني عندي مشكله كاينه ثاني طريقه واحده اخرى اسمها انا عندي ثلاث صوالح اللي عندي خلط ما بيناتهم مثلا ا و بي و سي، كاين معناها عندهم نقاط مشتركه وعندهم نقاط مختلفه. نديرهم انا في جدول سما نسهل على روحي
مثلا عندهم زوج نقاط اللي يعني لازم نديروهم يعني في جدول. ندير هنا أ وندير هنا بي وندير هنا سي. أ و بي و سي هذول هم مواضيع مثلا لا سيلول لوغان مثلا، ومثلا حاجه واحده اخرى اللي حبيت ندير معناها ما بيناتهم. نكتب هنا الميزه تاع ا ونكتب هنا الميزه تاع ا اون بلوس بي و سي، وهنايا نكتب صوالح اللي عندهم نقاط مشتركه. اسمها هنايا مثلا لو تيب، ولا مثلا النمط تاع مثلا التكاثر، ولا يعني هنا تسهلوا على رواحكم في الجدول، يعني تكون بزاف سهله. كاينه طريقه واحده اخرى اللي فعلا انا كنت شخصيا ديما نستعملها وتساعدني باش نحفظ، واللي هي اما الطريقه اللي بعدها ولا الستيب اللي بعدها اللي راح تساعدنا بزاف باش نقراو وباش نفهمو بلوتو لي كور، هي هاد لي فوي لي فريمون بالك تشوفوهم لي فوي عاديين، ولكن هادو يفيدوكم بزاف. راح نوريكم انا كيفاش ديروا لهم. راح نحطو هاد لي فوي دو كوتي، وهنايا راح نوريكم انا واش راح ندير بها باش يعني تسهل عليا الحفاظه. بلوتو راح نجيب ستيلو اسود، قلم اسود، راح نجيب مسطره وراح مثلا نسطرها بوغ 3 ليلين ولا 4 ليلين هكا. هاكدو نكون يعني مجدتهم من قبل، انا حبيت نخليهم باش ما تحسبونيش شريتهم، ولا لانه انا نخدم بهم في الدار برك. مثلا نكتب انايا هنايا العنوان تاع هاد العفسه، ناخذو مثلا هنايا هنا لا ديفينيسيون دو لا سيلول. اوكي هنا لا ديفينيسيون دو لا سيلول، كما قلت لكم هنا نكتبوا لا ديفينيسيون دو لا سيلول، ومن بعد كي نقلب الورقه راح نلقى ديفينيسيون دو لا سيلول. وهنا يكونوا عندي كامل لي زانفورماسيون وبيان الصوالح اللي قريتهم كامل في شابيتر، راح نديرهم بنفس هذه الطريقه. سما هنايا العنوان تاع هذا الفرع، وهنايا باردون، وهنايا الاجابه نتاعو، ومن بعد نتيستي روحي جوغ واش هي واش هو التعريف تاع لا سيلول، ونبدا نراجع. لا ديفينيسيون دو لا سيلول هي هي هي، ومن بعد نحاول انني نتاكد ونشوف روحي الا كنت راني صحيحه ولا غلطه. وبهذا نكونوا كملنا كامل لي ستيب لي يساعدوكم باش تفهموا لو كور وتراجعوه وتحاولوا انكم تلخصوه. نفوتوا المرحله الثالثه واللي هي اسكو نحفظ راني صحيح ولا راني غلط، اسكو راني يعني راني في طريق صواب الى كنت راني نحفظ اونا. انا واش نقول لكم، وجدوا كامل هاد لي ريزومي هادو هما، ومن بعد خطره على خطره جبدهم. سقسي روحك السؤال اللي هنايا، وديما دير هنايا كيسيون وهنايا الاجابه، او بيان او سي تقدروا تستعملوا هاد الطريقه. باردون نبدا نشرحها لكم. باش هنا عندكم مثلا تقسموا هاد الورقه، تقسموا هذه الورقه A2 وديروا هنايا الاسئله وديروا هنا الاجوبه وتردوا معكم هذه الورقه. تسقسي روحك ومن بعد تقلب الورقه، هذه تكون مطويه، وتسقسي روحك ومن بعد تحاول تجاوب، بعد تجاوب تسقسي روحك ومن بعد تجاوب، تسقسي روحك ومن بعد تجاوب، تكون هنا اسئله وهنايا الاجوبه، يعني تساعدكم بزاف. وانتم نهار ليكزامه ما تكونوش مضطرين باش تحفظوا كامل لي زانفورماسيون، جوست ترفدوا هذه الاوراق ولا ترفدوا هذيك الورقه اللي قلت لكم عليها، وتبداو تسقسي وتجاوبوا تسقسي، وما تقدروا حتى ديروها مع اصدقائكم، يعني اون جروب هكا، واحد يسال واحد يجاوب، من بعد الدور الدائره حتى تلقاو رواحكم حفظتوهم بلا ما تكونوا راكم تحفظوا، تكونوا باردون تكونوا ملزمين باش تروح وتبدا بلا 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 بلا، راك لابد ورقه كيما هادي والدور مع كامل الشنابر وما تقدرش تحفظها، وما تقدرش ميم با تحفظ النص نتاعها. ايبا هاد لي في راح يفيدوكم بزاف، وخليو لي تعليقات الا كنتو راح تجربوها وتفيدكم، خليو لي تجاربكم كامل. ونكونوا في هذا وصلنا الى نهايه لا فيديو. اذا كان يعجبكم هاد لي فيديو خليو لي جيم، واذا كان ما عندكمش مشكل باش تبارطاجيوه مع اصدقائكم سواء في لي جروب الماسنجر ولا الجروب هكا علنا، و يعني حاولوا تبعثوهم لو ماكسيموم، بارطاجيو بارطاجيو، راني نقول لكم بارطاجيو راكم تستافدوا بارطاجيو. واذا كنتم مش مشتركين لازم تشتركوا وتخليوا لي جيم، وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.